بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القديم بلا غاية والباقي بلا نهاية، الذي علا في دنوه ودنا في علوه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه، أما بعد. إن شاء الله تعالى pada pagi hari ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan mengadakan ujian tahfidz tahfidz Quran 10 juz yang diperuntukkan bagi Ananda Muhammad Arya Dinata Syahotang. Maka kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi acara kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua yang senantiasa mempelajari kitab-kitabnya. Maka dari sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah inti acara sendiri yaitu ujian tahfidz Al-Qur'an 10 juz, yang ketiga penyerahan sertifikat, penyerahan syahadah, dan yang terakhir yaitu penutup. Maka kita langsung beranjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pagi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke acara yang kedua yaitu ujian tahfidz Quran 10 juz kepada para penguji. Falyatafaddal masykuran wa ma'jura. Dan untuk Ananda Arya Dinata dimohon untuk maju ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna idkhulu hadhihi al-qaryata fakulu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من حسنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. شكرا وجزاكم الله خيرا كثيرا. فهنا نريد من قبل الطلاب من يريد ان ياتي بسؤال. تفضل من؟ يلا. ايوه. فنشير مباشرة إلى طلابنا أجدادنا الكبري عليه فليتفضل مشكورا ومشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما ظننتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينات ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Langsung kita beranjak ke acara yang ketiga yaitu penyerahan sertifikat atau penyerahan syahadah yang akan diberikan oleh Ustaz Awad Munabari hafizahullah taala. Fa alihi falyatafaddal mashkura. Untuk hadiah fa'ala ustadzina ustadz Najee Mari hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Dan tak terasa kita beranjak ke acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kami tutup acara ini, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan inayah kepada kita semua. Fa nad'u li tulabina Muhammad Aryadinata, fa nas'alullah taala lahu at-taufiq was-sadat. Wa la'alla Allah taala yaj'alhu mimman yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana.
Syukur wa jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.